السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدي ومتابعي قناتكم الحبيبة اعرف دينك. احنا بنهتم جدا بصحتكم زي ما بنهتم جدا بديننا بفضل الله عز وجل. في بعض الارشادات الصحية ممكن ما بناخدش بالنا منها. مهمتي النهاردة ان انا اقول لكم على بعض هذه الارشادات. في 5 أطعمة بتصبح سامة عندما يعاد تسخين هذه الأطعمة. يعني معنى ان في اكل لو انا قعدت تسخينه بيتحول لمادة سامة ممكن تضر الجسم. اولا السبانخ يجب تناول السبانخ مباشرة بعد الطهي او في اليوم الذي يليه، لكن تكون باردة ما سخنهاش. ليه؟ لان السبانخ بتحتوي على النترات، وعند التسخين بتتحول النترات الى نتريت وهي مادة مسرطنة ومسممة للجسم. ايضا من الاطعمه لو احنا سخناها بتتحول لطعام سام البطاطا بتخسر كل فوائدها الغذائيه عندما يتم تسخينها مجددا وبتصبح سامه. ايضا من الاطعمه اللي تصبح سامه لو سخناها البيض. اذا قمنا بتسخين البيض المقلي او المطبوخ او المسلوق يصبح سام جدا للجسم وقد يؤثر سلبا على الجهاز الهضمي. ايضا من الاطعمه اللي لو سخناها ممكن تتحول لماده سامه او لطعام سام الدجاج اللي هو الفراخ. يعتبر الدجاج خطر جدا 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 اذا تم تناوله بعد يوم او عده ايام من تاريخ طهي، ذلك لان تركيبه البروتين بتتغير عند التسخين مجددا مما قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي. ايضا من الاطعمه اللي بتتحول لمادة سامة بعد تسخينها الفطر، فيجب تناول الفطر مباشرة بعد الطهي أو تناوله من دون تسخين في اليوم اللي بعديه أو يعني اليوم الذي يليه، لأنه إذا تم تسخينها ممكن أن تؤدي إلى اضطرابات هضمية ومشاكل في القلب. لكن عايز تاكلها باردة ما تسخنهاش مفيش مشكلة، زي السبانخ، إحنا قلنا هاكل السبانخ مفيش مشكلة، لكن تاني يوم ما سخنهاش، لو حبيت أكلها أكلها ساقعة، لكن ما أكلهاش سخنة حتى لا تتحول النترات إلى نتريت. وما ننساش إن السبانخ من الاغذيه او من الاطعمه اللي احنا يعني بنحس اولادنا وكل احبابنا ان هم ياكلوها، لان بتحتوي على الحديد المباشر اللي بيقوي الجسم وبيعيد تكوين خلايا الجسم. مش قلت لكم احنا هنا مش مهمتنا كقناه دينيه بس، مهمتنا كمان ان احنا نحافظ عليكم وعلى صحتكم، وده دورنا هنا في القناه احنا وكل القائمين على القناه. وبحبكم في الله، ولا ننسى ان ننشر هذه الحلقه لكل جروبات كل احبابنا على الواتس او على الماسنجر او في كل مكان. ولو ليكم ملاحظات قولوا لنا في التعليقات، وان شاء الله انا بجاوب على كل التعليقات بنفسي بفضل الله عز وجل. وما ننساش بحبكم في الله، واسال الله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل يوم لا ظل الا ظله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسى مشاركه الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناه اعرف دينك.